لا عاوزين نشيل من نورك ان شاء الله. والله ربنا يديك الصحة والعافية ان شاء الله. الإنسان دائما بيكون يعني ملزم أنه يجلس في مجلس أنه يكون مستفيد، نحن يحكمنا في الليلة ذلك نحن يعني. والمشاهدين عاوزين نجلس في المجلس ده أمامك، رأيك شنو؟ والله يا أخي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في إن حسن شاء الله ظنكم وفي حسن ظن إن شاء الله المشاهد إن شاء الله. ينضم إلينا أيضا عبر في الموعد ونجلس بقربنا من سنستمتع به من خلال الإنشاد ومدح المصطفى المعظم، سلام هذه سلام الأسطر القلائل التي تكون دائما مشاهدين من الشذا معطرة، وكل المادحين يثرونها دائما على فقيد ويعوذ بمهالك الحساب نوم هذا الفقيد الأبيد. سعيدين جدا بك المنشد موسى محمود، ومرحب بك في الموعد. يعطيك العافية، مرحبا بك، وأنا لا أسعد لكم، كل سنة وأنتم طيبين بعمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم خير البرية وأفضل البشرية. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نبدأ معك شيخ محمد من الميلاد، نشأتك، البيئة وتربية الوالد، ومن خلال تقدمتي البسيطة ذكرت أنه أنت من الذين يعني كانوا لهم هذا الحظ بتخرجهم على يد الوالد الشيخ يوسف العسيلاتي، نتحدث عن هذا. طيب، في البدء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم أستاذي وشيخي ومربي، فجزاه الله خيرا من والد، وجزاه الله خيرا من معلم. ميلاد في منطقة العسيلات، محلية شرق النيل، منطقة غنية عن التعريف، هي يعني محل فخري ومكان استنشقت فيه نسمات البداوة، وأكلت فيه من مائدة الحضارة المدنية، فجمعت في هذا المقام ما بين المدنية والبداوة، فمكاننا يعني يتلون بهذه المزايا ما بين بدامة ومعالم الحضارة. وصلت إلى السلام الروحي أيضا هناك، فنلت الحرية في الدين. نعم، فوجدت ما يبتغي الإنسان في الحضر وهو في مكانه، وما يبتغي الإنسان في البداوة من المكاسب الأخلاقية والمشارب التي يسعى إليها الإنسان من الحضر يهاجر إليها إلى البداوة، فوجدتها في مكان ميلادي. فله المنة سبحانه وتعالى أن جعلني من أهل هذه البلدة الطيبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدر على أهلي فيها وعلى ديارنا سحايب من الرحمات ومن البركات اللهم آمين. ومن النمو. طيب بالبلد شنو أضافته لك؟ يعني أنا جملت الكلمتين، الإنسان بيسعى من محكار البداوة ليهاجر لمشاعر العلم أو موارد العلم في المدن. أما أنا الحمد لله فوجدت ما يبتغيه الغير في المدن عندي في داري، وهي تميزت بذلك. وكذلك الإنسان انت بيسعى من خلال من تميزك الحضر من قدرت المدن تستفيد. يكتسب من كما كانت يعني خصلة من خصال أهل البداوة قديما، بيهاجروا الحضر، وأن أهل الحضر بيخرجوا أبنائهم إلى البداوة ليكتسبوا تلك القيم التي لا توجد في المدائن ولا توجد في مكان الحضارة. جميل. طيب الجوانب الأكاديمية والمراحل التعليمية، تحديدا الجوانب الأكاديمية، الجانب الأكاديمي مهم جدا إنه الناس تمشي فيه، نعم، زملاء الدراسة وما إلى ذلك، خلينا نتكلم على الجوانب الأكاديمية، وصلت فيه لحد وين؟ طيب، الجانب الأكاديمي قرأت الدراسة الابتدائية في مدرسة الحسناب الابتدائية والمختلطة في ذلك الوقت، كانت في السبعينات، هي مدرسة مختلطة. ولا أنسى تلك الكوكبة من المعلمين أصحاب الكفاءة، واللي بتستشعر فيهم كل واحد أنه هو أبوك، السلام. وكل واحد منهم أنه هو يعني أنت بتسعى أنك تكون في أحضانه، ناهيك أن تسمع منه أو تشاهد أصابعه تكتب على السبورة. فكانوا أبهات على صور أو في منابر المعلمين، فهكذا شهدنا. أما الذين كانوا حولي من الزملاء فلا أنسى، يعني هو العدد القفير، فمنهم الحمد لله من يعني
واصل مسيره في التعليم الأكاديمي، فجلس على كرسي الطبيب، ومنهم من جلس على كرسي المهندسة، ومنهم من جلس على كرسي الإدارة، ومنهم من جلس على كرسي الحسابات، لكن افترقت بيننا الطرق في كل منا ما يبتغي. من الطرائف يعني كان أحدث المعلمين في أواخر الحصة، يعني من البشاشة بتاعت المعلم والجدارة بتاعته عشان ترسخ المعلومة، فكون آخر الحصة كده عبارة عن دردشة، فقام كل واحد بيسأل أنه شنو أنت أمنيتك أنك تكون، فواحد بيقول طيار، بيقول طبيب، إلى ما كل واحد ما يجيش بخواطر من أمنياته. فأنا يعني قمت قلت له دار أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هاي. ومنها أذكر أستاذ عبد الباقي عبد المنعم، وأستاذ الدكتور فضل الرحمن فضل المولى، كان مما يجعل لي كرسي أمام الطلاب، وتلك الأحاديث التي لا أنساها أبدا مكتوبة على البورد في جدران الفصل، وكنت أقرأ الحديث والطلبة يكررون من ورائي، فكان دي إحدى يعني الأشياء التي كانت يحمل الإنسان في طفولته أنه يحدث عن رسول الله. متذكر شنو أول كلام قلته على النبي صلى الله عليه وسلم الطلبة؟ نعم، متذكر شنو أول كلام أنت قلته على النبي صلى الله عليه وسلم أمام والله الطلبة؟ ولا أنساه أبدا. طيب، هاي ذاك الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله، فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. هذا الحديث يعني لا أنساه، من أوائل الأحاديث التي رسخت في ذهني وتعلقت بها يعني نفسي. يعني احنا سعيدين جدا بك، وحنمضي معك ان شاء الله، ونجي نواصل في هذه السيره والمسيره التعليميه. والنبي الامي الامين كان هو خير معلم للبشريه، فدي دايرين نخصص ولو لحظات لانه كيف نقدر نستفيد من النبي المعلم في حياته وفي حياتنا في كل شيء هو معلم. لكن استاذنك نمشي للشيخ موسى محمود، ومن مدايح النبي ومن انشاد في حق المصطفى المعظم، يعني نطلب منك والمستمع الآن والمشاهد أيضا ينتظر. قدم نشيد تصرح بلا إيمان ولا تلويحي، كلمات أبونا الشيخ عبد الباقي المقاشي. صرح بلا إيمان ولا تلويحي بأن الرسول فضل لكل رجيح، واطنب بكل سنة على عليائه، فلأنه المليا لكل مصيح. صرح بلا إيمان ولا تلويح بأن الرسول فضل لكل ريح، واطنب بكل سنة على عليائه، فلأنه المليا لكل مصيح. هو أحمد حمد سياياه التي عنها النهى يقصر وكل فصيح، طيب المراضع والفرع الذي له في النعارة ما صلى لا يزوح. جبلت على حسن الرضا أخلاقه، والبحر من يد ويداه شحيح، والبدر من حسن يبينه مستعير حلل اليمال، فهذا النص صريح. نور مبين في العماء، ولم يكن آدم حمان مسنون ولا في الروح، فحباك الله ما لم يحبو به بشر ولا ملك لك الطريح.
يا منغز اللاجئين في يوم الغضب أنغز بك أشفي يا وسيع سوحي. دائما ما يخرج منها. شكرا موسى محمود، شكرا جميلا لكل كلمة يعني شدوت بها، شنفت بها آذاننا، شكرا الله جميلا. يكرمك. الله يسلمك. أعود لك مرة ثانية الشيخ محمد يوسف الأسئلاتي، وكنا وقفنا في نقطة أنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه النبي وسلم، الأمي الأمين هو المعلم، صلى الله عليه وسلم. ونحن مفروض، وكل الشباب اللي بيتابعونا وكل الناس اللي بيتابعونا حقيقة مفروض استفيدوا من هذا النبي المعلم. صلى الله كيف عليه وسلم. ننظر لهذه الخاصية تحديدا، نعم. النبي المعلم، بأي عين ننظر لها؟ طب يعني في منتهى الكلمات قلت يعني النبي الأمي المعلم. الأمية في شأن كل إنسان هي نقص ومعابة، إلا أنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، زي ما قال الإمام البوصيري يعني كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أميا في مظهره، ولكن هو يعني منبع العلم وهو في قمة العلم، كما أنه يعني شأن الناس عادة أن اليتيم بيكون في قصور تربوي وفاقد تربوي، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم مع يتمه كان في قمة الأدب، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق: طفت مشارق الأرض ومقاربها فلم أرى أدبا مثل أدبك يا رسول الله، فمن الذي أدبك؟ قال: أدبني ربي أحسن تأديبي. فأحسن تأديبي. أنت أهل العلم في شرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني تجرع يعني كؤوس الأدب من بعد نشأته، أم هو صلى الله عليه وسلم فطر على ذلك؟ وهو فطر على ذلك صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام البرزي: ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صبا. يعني من حال الصبا كان على أكمل، يعني مش صفات، لا، أكمل. كل صفة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها صفة الكمال، كل خلق مبارك أو خصلة من خصال الخير النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ فيها مبلغ الكمال. أما أنه صلى الله عليه وسلم هو معلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خير من حض على العلم. وذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته الشريفة فوجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا قد جلسوا مجلسين، مجلس ذكر عدت فيه الأصوات بالتسبيح بالتهليل بالتكبير، ومجلس فيه علم، فجلس عند الذاكرين لحظات، ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فجلس مع أهل العلم لحظات، ثم توسط المجلسين وأدلى بتقريره صلى الله عليه وسلم. قال: أما هؤلاء فيذكرون الله ويرقبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما. وجلس في مجلس العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يعني في أنه معلم، ما من خصلة من خصال الخير تتجلى فيها معالم السعد والإسعاد. نحن دائما في خطبنا بنقول يعني السعد والإسعاد، يعني لا يكفي الإنسان أن يكون سعيد في نفسه، لو لم يكن النفع في السعادة متعدي أن تسعد الآخرين. تسعد يعني الآخرين، هذا هو يعني الوصول إلى قمة السعادة بإسعادك للآخرين، أن تنظر إلى إضافتك أنت في موضوع السعادة. نعم، فالإسعاد الآخرين لا يتعدى إلا أنك تلبس ملبس الشارع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد تخلق بالأخلاق الفاضلة، فلذلك كان ما جلس إليه أحد وإلا استشم معالم السعادة. فالذي يسعد الناس حقيقة هو من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، في معاملته مع الناس. فلا بد الإنسان أنه الإنسان لا يسعى أن يكون سعيدا بمقتنى مال، كثير من اغتنى ويعني طرف وملك في يديه معالم المال أو معالم الملك، ولكنه تتنزل عليه شدائد، تتنزل عليه من المصائب ما لا يستطيع بما يعدمه أو بما يعوده من الدوافع التي يدفع بها
هذه الشرور بالخلق الطيب، بالخلق الحسن، بالمكارم والأخلاق، بما إلى ذلك، فيكون لا يستطيع أن يكون سعيد بما اقتنى، إلا أنه يكون سعيد ماله بتلك الخصال التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان بها معلما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما بفعله، معلما بقوله، معلما برؤيته. فكان يعني كثير أكثر العلوم نفعا التي تجعل الناس في مدار الاحترام وإكرام يعني طبقات الخلق. يعني لا يكون يتأتى أو تتنزل الشريعة إلى الواقع إلا إذا أكرم صاحب الثراء الفقير، وأكرم الفقير صاحب الثراء، فيكون في تبادل بتاع شنو، تفاضل ومكارم وتبادل حسنى ومحبة ومودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى جلساته الكريمة الكل كان يتبادر إلى قرب مجلسه صلى الله عليه وسلم، فبادر أحد الفقراء أو تقدم جلس صاحب الثراء، يعني رجل من الله سبحانه وتعالى عليه بمال، كان صاحب ثياب جميلة، ملبس جميل، فجلس وجاء أحد الفقراء المساكين بثياب رثة، نعم، فيها دلالة الفقر الفقري والمسكنة. فلما جلس جمع هذا الرجل ثيابه تحت فخذيه حتى لا تلتصق تلك الثياب بهذا الرجل، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي النقطة التعليمية، أن العلم الحقيقة لا تعلم، تتعلم الفرائض، تتعلم النوافل، هذه ملحقات، لكن العلم الحقيقة أنك تتعلم الدين أخلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل فانتهر صاحب الثراء، قال يا هذا، أخشيت أن يلصق فقرك به فقره بك؟ فهذه إدانة من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل خاف أيما خوف، وقال لقد أخطأت يا رسول الله، فقال استسمحه، بمعنى أطلب منه السماح. فكأن الرجل يعني ظن أن هذا السماح يشترى بما عنده من مال، فقام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تنازلت له عن ثلث مالي مقابل أنه يعفو عني في هذا الجرم. فالنبي التفت إلى الفقير وقال أرضيت يا هذا؟ قال لا يا رسول الله. فخاف الرجل حتى جلس، ثم قام مرة ثانية وقال يا رسول الله نصف مالي قد وهبته لهذا الفقير، أرضيت يا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا يا رسول الله، إلى أن بلغ الرجل أن تنازل عن كل ما يملك من مال مقابل أنه يعفو عنه هذا الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرضيت يا هذا؟ قال يا رسول الله والله لا أريد بعضا ولا كلا. السلام. لا أريد بعض المال ولا كلا. لما؟ قال لألا أن يداخلني ما داخله، حتى لا يعني ألبس ثوب الكبرياء والتفاخر فأفتخر على تلك الشريعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شأنه في التعليم بهذه الشريعة كان يجلس إلى الفقراء، أقرب ما يدني إليه أهل المسكنة، بل ويبين على أنه صلى الله عليه وسلم اللهم أعشني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين. هذه هي المعنى التعليمي الحقيقي الذي يعني ينبغي أنه تتنزل معالم الإسلام إلى التخلق ما بين الناس فقراء ومساكين، صاحب يعني رتبة أو أدناها، حتى يعني تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يأمر المستعمر أنه يعني يتبع أميره أو يكرم أميره، ولكن بنفس المقياس على أنه لابد الأمير أن يكرم من تحته من الأمراء أو الأتباع. نعم، نحن نواصل في جوانب العلم المختلفة، وبكل تأكيد تطرقت من خلال دراستك للعلوم والفقه السيرة النبوية العطرة. ففي بريد من يتابعنا نريد أن نرسل رسالة مضمونها أهمية دراسة ومعرفة وفهم السيرة النبوية. السيرة النبوية يعني صحت عبارتي وعبارة من سمعت عنه أنها هي أصل العلوم، أصل العلوم بمعنى العلوم الشرعية. يعني العلوم الشرعية تفرعت من علم حديث، علم القرآن، قول الإمام الشافعي كل العلوم سوى القرآن أو الفقه من شقيه عبادات ومعاملات ومصطلحات الحديث، كل هذه العلوم هي فروع والسيرة أصل. يعني ما أخذ من أخذ الحديث إلا عن رسول الله في مساره، السيرة هي عبارة عن حياة رسول الله
قولا وفعلا، حياته كلها هي عبارة عن سيرة، ولذلك ما أخذ يعني أمر من الأوامر إلا في سيرته، ما يعني انتهى من نهى أو أمر من ينهى عنه من شيء إلا من خلال سيرته، ولذلك هي الأفعال والأقوال المقتدى بها هي هو الدين، وكلها هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي إن صحت العبارة هي أصل العلوم، بقية العلوم هي فروع لعلم السيرة. من الضروري جدا يعني من القرب ذكرت لبعض الناس في محاضرة، على أن الناس يعني على مدى الحقبة الزمنية مضت والقرون اهتمت تدون وتكتب عن صاحب كل زمان، سواء كان نبي سواء كان ملك سواء كان من كان، الأشخاص الذين سجلت لهم علوم التاريخ وكتب التاريخ حياتهم. ده يعني من العلوم الضرورية أن تربط الناس الحقبة الماضية بالحاضرة ليستفيد النشئ من تلك الأمم الماضية، من مقدراتهم، من علوم، من الحكم التي كانت بها، أو من الأشياء التي عاقت حياتهم كيف كانوا يعالجونها. فدي دي دي الحكمة في علم التاريخ. أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تاريخ حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أفضل من يجب أن يعلم التاريخ عنه صغيرة وكبيرة فرعا وأصلا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يحق للأقلام التاريخ أن تكرم، فأحق للأقلام التي كتبت ودونت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجل على كل الأقلام التي كتبت عن الذين أرخت لهم حياتهم. فالمعنى على أنه يعني كيف تنقل هذه الحياة العظيمة التي فيها سعادة الدارين وسعادة الخلق جميعا، أن تتنزل إلى الجيل يعرف من هو رسول الله أبا، ومن هو رسول الله من أمه، ومن وما إلى رسول الله من كل شؤون حياته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الشافعي أكرر، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلى الحديث وعلم الفقه والدين، العلم ما فيه عن ذاك، وقال حدثنا، وكل سوى ذلك وسواس الشياطين. نعود لنستكمل ما تبقى من حديث وبعض القصص إن شاء الله، والإنشاد في المصطفى المعظم بعد الفاصل. أهلا من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم في الموعد. أسعدني وجدت الترحاب بضيفي الشيخ محمد يوسف العسلاتي والمنشد موسى محمود، ويتواصل حديثنا بالصلاة والتسليم على سيد السادات وسندي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ موسى، نحن حنجيك وننشد النبي صلى الله عليه وسلم ونواصل حديثنا بعد ذلك، تفضل. سجد مياه المصرات في الأرض، اللهم صل على شفيع العرض جل ذو الجلال، على الكمون وعرض في الأسانة في الانتظار في عرضي عنه يا عمرو تسلم في يوم العرض، في الجنة مقصور تقضي البيت طولي وعرضي. رمت الكمال لازم دوام الورد، في الثلث الأخير لا تخشى طارق البردي. الشوك منه خرجاني غالوردي، والنرجس علم بصلا دنيا مردي. الصبر تصر بمصاص وتلقى كماله، تمويها الفانية تنبسها ولا ماله. معلوم النضار بالنار زاد جماله، والشهد زباب لزعه يرس لدماله. طوبى للرجال
وجعلوا القلوب محرابا بذكر الإله تغربوا إغرابا. آهن سماهن قلبي صار خاليا وخرابا في مسله كصفوان عليه ترابا. الليل الرجال قاموا وأنا متدثر بثوب الكسل مطمطي في مدعسر راغب ولتي وأخرى ليس مؤسر عن أهل الإجور غاصر وليس مكسر. الليل البهيم الذهاب أكرامه بكاس الوصال شربوا وزادوا غرامه. لسان حال اليميع قال المنام حرامه لينا ولي سوانا عزمنا ومرامه. إبليس بسراب الملهيات داورني بغيظ الغرور والآمال سورني في شبك الخضاع والموزيات هورني بكرة في الحشر جزما يجي حاورني. اجمع المكارم تحت طيب رودو الكون استسر يوم وضع زالم رودو. أبو مر اللعين كل يوم بقى مورودو صب مطر الهموم فوق راسه صار برودو. من بحر الكرم رباه وحي جروزه قلبه يبتزر سمر المحبة خروزه. أنوار تلوح فيه غير فروزه يضحك البدر من هلته وبروزه. النبي ربع الغام للطول كان يميل محياه كالبدر فمه ضليع وجميل. أغنى أنفه حاجبيه نون يا زميل عيناه نجل والحسن في تكميل. طويل الزنديش أسنى الكف رحب الراحة الغدمين سائلا أنظر الشراحة. خمس الأخمسين زالت به الأطراحة مشيه تغلعا كم شفى مسه الأجراحة. زريع المشياء كأنما ينحط من صبب بهي الطلعة والخطى. أميا حول علوم غت ما خطى يكفي فضله ودري المعالي تخطى. سيد المرسلين ذو حياء خافدا لطرفه نظروا للأرض أطول وجلوا يصرفوا. لنحو السماء وأصحاب منه يغرفوا نفايس العلوم الآمرا بالعرف. شمس الفضل من وجهك يا خير خيارة طالعة وكف غدا خيل التيارة. البحر الخدم كما نغزت حيارة من وهمين فصاروا في الغموت يارا. النبي فاغ الغاليات وجيد الزران بعرفه إمر بيسك قاهل المنازل عرفه. ما من ذو ظرف إلا اقتبس من ظرفه من حيث ربه أنشاه نورا صرفه. أسني وأسني ذا غليل مدح رب في نون سليل خليل. يا مادح
في وصفه عزلا تيليل يفحم لزوات العقل طرفك حيل موسى طلب الرؤيا ليراه رب قال لن تراني رجع بي وراه لها غط لبا أحمد وسما غراه بالعين والفؤاد راه ورفع لزراه أغسر لي عنانك يا مكاشفي لن تحصاه مدح المصطفى زرا أغصاه مثلك والمضوء كالطير وما مصاه من غار في بحر زاخر أقصاه أقصر لي عنانك يا مكاشفي لن تحصاه مدح المصطفى عز أزر أقصاه مثلك والمضوء كالطير وما مصاه من غار في بحر زاخر أقصاه عد ما هام زور يحر مغل الأرض وما صلى مصلي لنفلا أو فرضي ما سجت مياه المعصرات في الأرض اللهم صلي على شفيع العرض صلى الله عليه وسلم. شكرا جميلا لك المنشد موسى محمود، ونمضي معك ونحن يعني في خواتيم هذا اللقاء وقفة تأمل مع لوحة من قراءة المولد النبوي الشريف وصف ومعبد مع الشرح وصف الصحابة أيضا، نحاول أن نأخذ يعني نماذج ومقتطفات من كل هذا. نعم، طيب، أوصاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اختصرت على البعض دون الكل، يعني الكل قد يأخذ وصفا وصفين، أما وصف يعني يجعل كمادة ويجعل كأصل في سيرة لم يتيسر إلا للذين نشأوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعذر رؤيته صلى الله عليه وسلم من أعين الصحابة لذاك الجلال الذي كساه به المولى سبحانه وتعالى، فكانوا رضوان الله تعالى عليهم في قاية معاني الأدب وتطأطأ رؤوسهم وأعناقهم إلى الأرض في جلساته المباركة فكأنما على رؤوسهم الطير، هذه صفتهم التي أدركها الحديث أن صفاتهم حينما كانوا يجلسون حوله فكأنما على رؤوسهم الطير، ولكن كانوا يسترقون النظر إليه استراقة، فنظر ثم يغض الطرف عنه صلى الله عليه وسلم. عزيت هذه لأشياء في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، إحداها تلك الأنوار الجلالية التي تنبعث، ولما نقول جلالية ليس أن هي أنوار معنوية فحسب بل هي أنوار حسية ومعنوية جمعت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع الناظر أن يتأمل كثير النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصروا الذين نقلوا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من الذين تربوا وهم أطفال في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أكرمهم في مقدمتهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فهو ما نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره في الثامنة من عمره صلى الله عليه وسلم كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبحكم الطفولة كان يخرج ويدخل وهو ناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممن صنف جزء أصيل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هند ابن هند ابن هند، الاسم هند والأب هند والجد هند، وكنية أبيه أبي هالة اللي هو ابن للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما كان يعني أوصف النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي يعني تؤخذ زاد وتؤخذ يعني قوام ومطية
يمتطيها الإنسان ليسير به إلى الله سبحانه وتعالى كان يتعلق قلب سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه، وهو ممن تربى كما يقول أهل الشمائل كانت كتف النبي له مركبا وظهره له ومرتعا وفخذ النبي له مجلسا. ثم من بعد ذلك كانت مرجعية لكثير أهل الشمائل بل وأعظمهم وصف السيدة أم معبد. أم معبد تفردت بهذا الوصف من مقامين. المقام الأول أنها هي امرأة، ونظرة الامرأة المرأة يعني ثاقبة مجودة وإن كانت قليلة الزمن بما فطرت عليها المرأة من حدة النظر ومن يعني تجمع الصورة الشخص المنظور إليها في ذاكرتها، دي من الطبيعة النسائية. والشيء الآخر على أنها نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كالرجل المشتهى لدى مرأة، ولكنها كانت تنظر إلى يعني من تجرى على يديه خوارق، هي شاهدت وهو تجرى على يديه خارقة لم تشهدها من قبل. فأهل العلم دائما يقول الإنسان قد يسكر سكر، يعني هو الانتشاء أو أخذ اللب العقلي وميله أو عدم إدراكه للغير، ده معنى السكر، يعني سكر بمعنى قاب عقله على الأشياء. فالنظر قد السكر قد يكون بشرب وقد يكون بسماع وقد يكون بنظر، يسمع نقمة شجية فيقيب عقله، يرى مشهد حسنا فيقيب عقله فيه، وما يقيب عقله عن الكل بل يقيب عقله في الذي رآه، فقاب عقلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقف على خيبته، والقصة يطول سردها، ولكن نأخذ الجانب الإعجازي فيها اللي هي جعلت السيدة معبد تنظر إلى هذا الشيء وتتقن النظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بابها وطلب منها يعني أن يشتري منها تمرا أو لبنا أو لحما في رحلته المباركة في الهجرة، فلم يكن شيء من خبائها قد حوى هذه الأشياء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات في البيت قد خلفت لجهدها أو لمرضها عن الرعية فاستأذنها في حلبها، فأرضا بطول القصة أذنت مع تعذرها أنها لم يطرقها الفحل وأنها جهيدة. نعم. فلما شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلب هذه الشاة التي لا تكاد يعني تسير على الأرض ناهيك عن أن تبيض بالألبان، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات وهي تشهده، ويملأ في كل مرة القدح ويسقي ركبه ويسقيها ويشرب ويملأ الإناء مرة آخرة ويقادره لديها. نعم. أي. والحديث هنا يطول ولهذه القصة ولكل القصص. نعم. كل تأكيد أكثر من بقية. نعم. لكن نحن وصلنا إلى ختام موعدنا لهذا اليوم. نعم. نتمنى أن نلتقي مرة أخرى وفي رحاب المصطفى نتحدث ويحلو الكلام ويحلو الإنشاد أيضا. شكرا الشيخ محمد يوسف العزيلات، شكرا لك على هذا الحضور، سعيدنا جدا بك وشرفتنا اليوم في الموعد. شكرا جميلا الشيخ والمنشد موسى محمود على كل ما قدمته. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الأعزاء للمتابعة، وتقبلوا تحية فريق العمل لهذا اليوم. مع السلامة.